بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء. سماحة الشيخ، كثر السؤال عن أحكام الزكاة. السؤال الأول: بالنسبة لزكاة الفطر، هل يجوز إخراجها داخل هذه البلد بالنسبة لأفراد خارج هذه البلد؟ نعم، زكاة الفطر تابعة للبدن، تابعة للبدن، لأنها زكاة عن البدن، فتخرجها في البلد الذي يأتي نهاية الشهر وأنت فيه، تخرجها في البلد الذي يأتي نهاية شهر رمضان وأنت فيه، أنها تابعة للبدن، هي زكاة البدن، فتعطيها فقراء ذلك البلد،